ما نكتبش عليكم صراحة، انا اختاريت المغرب. علاش انا اختاريت المغرب؟ ماشي نبغي بلادي، بلادي نبغيها الجزائر، بصح ما نقدرش نعيش فيها، ما فيهاش، تعرف علاش ما نقدرش نعيش فيها؟ يعني هنا فوغ هذيك المغرب ما فيهاش، باش نوصلوا المغرب قرون 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 قرون، خاطش حنا بلادنا ماشي بلاد سياحة، ما عندناش الله غالب، هذه هي بلادنا، الله غالب هذه هي بلادنا، بلادي نفتخر بها، بصح باش نوصلوها زعما تنديرو كيفهم ونعيشو كيفهم ونديرو كيفهم، مستحيلات من المستحيلات من المستحيلات. قلت لها نختارو المغرب، قال لي داكور، قال لي قبل ما ان شاء الله تدي لا روتريت دو موا ولا تخوا موا نشوف نبيع الدار تاعي، نشوف لك الدار تاعها تنباع على حنايا عندنا اللي هي تنباع على باسكو الناس تحوس السكان خاطش جايه حدا البحر. قلت له نمشيو للماروك نديرو 3 موا هنايا في فرنسا و 3 موا في الماروك، 3 موا في فرنسا و 3 موا في الماروك. قال لي ما كاينش مشكل، ولدي فيصل معايا ان شاء الله، لا كتب الله ولدي فيصل يكون تحتي 3 موا هنا و 3 موا ليه، 3 موا هنا و 3 موا ليه ان شاء الله، لحين ربي راني نقول لكم لحين ربي قراري هذا هو. انا حياتي غادي نكملها في الماروك، ما نكتبش عليكم، بلادي نحبها ونموت عليها، بصح باش نوصلوا المغرب امبوسيبل، هذه مستحيلات. مانيش نعيب على بلادي، مانيش حتى في بلادي، باسكو هما بلاد السياحه، كل كاع العالم يجيهم، حنايا ما عندناش بلاد السياحه، ما جو تروف ما نقدرش نعيش في الجزائر، ما نكذبش عليكم، ما نقدرش نعيش في الجزائر. من بعد نجيب لكم فيديو علاش الجزائر وعلاش حاجه انا ما نقدرش نعيش فيها، ما نقدرش عليكم، سواء نعيش هنا سواء نعيش في المغرب. المغرب ان شاء الله بقدرة الله ان شاء الله لحين ربي، الى طولت العمر، ما طولتش الله غالب 2024 نكون مستقره في المغرب، 2024 ما تكمليش لا روتريت، تكملي لا روتريت حتى 2020، تدخل في لا روتريت حتى 2024 ابريل 2024 ان شاء الله، لحين ربي لحين ربي 2024 لو موان جويي نكون مستقره في المغرب، ندير 3 شهور هنا و 3 شهور نقسم، 3 شهور يجي يخدم هنايا ادم، باسكو هو راكو عارفين ادم ارتيست ما يقدرش يصبر على لي طابلو تاعه، هو كوميرسيال مازال يجيب للناس لي شونتي، الوغ قال لي نمشيو 3 شهور نرتاحو 3 شهور نجي نطاكيها خدمة هنايا، يكون عندها ليكسبوزيسيون وهادي وهادي وهادي. ان شاء الله انا نفتخر ببلادي الجزائر، ما نقولكمش الجزائر، بصح بلادي ما نقدرش نعيش فيها باسكو ما فيهاش بلاد السياحة، بلادي باش توصل يفو قرون 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 باش نوصلوهم، باش نوصل المغرب ان شاء الله ربي تاني هما يوصلو، ما نتمناش لبلادي الشر، ان شاء الله حتى هي حتى هما ربي يعاونهم ويزيدوا يتقدموا كما تقدمت المغرب والبلدان الاخرين ان شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وهذا هو قراري انا مستقره في المغرب في المغرب ان شاء الله، اون 2024 ان شاء الله تشوفوني في المغرب لحين يا ربي، لحين ربي ولد ربي عمره.